الفتنة ايش هي الفتنة؟ هل هي الاختبار مثلا؟ الابتلاء؟ الاختبار بس انو اختبار؟ ما هو الاختبار ممكن ان يكون باكثر من طريق. كيف بدنا نختبر احنا بنكثر؟ على فكرة كلمة اختبار وكأنها بدك تعرف انت خبر الشيء حقيقته من جوا. لذلك الخبير دايما بيعرف اكثر منك. الخبير بيعرف وين؟ جوا. والابتلاء فيه تقليب. لما الله بده يبتلي احد بقلب احواله. تقليب الابتلاء. شوفها. هاي اختبار عن طريق التقليب. تقليب ببين. طيب مواقفه. طب والامتحان شو؟ والامتحان فيه طول فيه استمرارية. فيه استمرارية. يعني اختبار يستمر ويتكرر. شو اسمه هذا؟ امتحان. شوفها. لذلك دائما الطلاب بيعملوا لهم ايش؟ امتحانات. فصلي. ويومي وكذا ورايح جاي خلصونا فتنة. بدنا نفتن المجتمع مثلا. بدنا نفتن المجتمع شو بنعمل؟ بخل النظام واضطراب. اختلال واضطراب. وبتفهم الفتنة حسب عن ايش بنتكلم. كن قالوا يعني فتن الشاب بهذه الفتاة. شو يعني فتن فيها؟ خلت كيانه اضطرب الزلمة. مش هيك افتتن فيها. شو يعني افتتن فيها؟ يعني ارتاح وكل شيء تمام وتماسك ولا بدأ يهتز وبدأ امام الناس كل ما شافها صار ولد بعد ما كان هالزلمة الكبير بتحترمه كل الناس والرئيس والى اخره. من اول ما شاف هذه صار يشتغل شغل الاولاد. ماله مش متماسك. اضطرب الزلمه لانه فتتن فيها. طب ولما تصير فتنه في المجتمع ويطبوا الناس ببعض مش بصير خلل في نظام المجتمع واضطراب؟ لانه في ناس قاعدين اليوم الطغاه اللي بدهم يظلهم قاعدين على رقاب الشعوب بيقولوا لك بلاش فتنه، الاسلام نهى عن الفتنه. يعني مشان يظلوا قاعدين ومستعبدين الشعوب الى يوم الدين. بتسموها فتنة؟ هذيك الفتنة بين الاخوة، مش بين الجواسيس والشعب، مش بين الطغاة والشعب، مش اللي بايعين اوطانهم والشعب. هذه فتنة اسمها؟ هذه فتنة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر واحد وطبت قريش ببعضها والعرب بعضها، هاي فتنة اسمها؟ لا، في اسم جديد، معارضة. فتنة؟ وصلاح الدين هو كسر الروس العرب 20 سنة فتنة قبل ما يدخل ويحرر فلسطين. هو قاتل 25 سنة، 5 منهم قلنا وين؟ في فلسطين. 20 وين باقي قاتل؟ الجواسيس. بس كانوا بيختلفوا طريقة، يعني جواسيس مش جواسيسنا اليوم. هناك الجواسيس مش جواسيس، هم جماعة كانوا يعني هم وأنا مستعد يتعامل مع الشيطان، وكانوا يقاتلوا مرات مع الرومان، قاتلوا ضد المسلمين، يقاتلوا مع الرومان ضد المسلمين، وبعدين يقاتلوا مع المسلمين ضد الرومان. لا، اما هذول جماعتنا، هذول موظفين علينا من زمان، موظفين هذول. اما هذولاك لا، هذاك شايف حاله، هذاك ممكن حسب انه شايف كرسي بده يهتز، زمان بده يهتز كرسي، ممكن يتعامل بعضهم مع الرومان وغيره، بس كان قد حاله. يعني مش يعني مبيوع، مش مشتري، مش عبد هو. المهم احنا هلكت في الجواسيس. نرجع للفتنة، احنا عم نوضح فتنة. طب يومهم على النار يفتنون، صور لما يعرض على النار، يومهم على النار يفتنون، يعرض على النار شو بصير فيه؟ بختل من كله، بيضطرب حالته حالة، مش هيك؟ يومهم على النار يفتنون، واحذرهم ان يفتنوك عن، لاحظوا، يفتنوك عن، وفي احيانا ينفتن، يفتن به ويفتن بدون، لا به ولا عن، مثل ايش؟ لحظة. واحذرهم اي يفتنوك عن، معناته وهم يمارسوا ضلالهم ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، لعله ايش؟ لعله يبتعد ويقول لك وانا مالي، خليني اترك هذا الشيء من اصله، وليش الغلبة وليش الخلاف مع قرايبي
وليش يحاصروني وليش يقاتلوني وليش كذا الأخيري وليش احذرهم أن يفتنوك عن معناته إذا أفلحوا شو بيعملوا بيبعدوك عن 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 دينك وعن رسالتك بيبعدوك عنها. إذا الفتنة حسب السياق ممكن فتنة وفي الأخير يكون نتيجتها إيش يفتن عن شو يفتن عن خلاص وأنا شو بدي في هالشغلة فتن بي زي المثال ضربنا واحد انفتن بامرأة مثلا فتن بي أو بنفتن في الدنيا في الدنيا. إذا في النهاية في النهاية شو الفتنة يعرض لشيء بيزكيانو بيعمل خلل الآن ببين هو بتماسك ولا بتماسكش. فلما كانوا يقولوا لهم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة دير بالك إحنا الآن فتنة إلك. كيف يعني أنتوا فتنة إلي؟ هيك صرت بتعرف السحر وبتعرف المضاد والآن أنت مفتتن لأنه صار بإمكانك إيش في أسلحة بيدك سلاحين